المناظرين مدى الدهر وريان. أنا شاب مثل مشعل للنصر وهازم ظلامي، والفعل مبرهن فيه الفعل أوضح من الكلام. قصيت حزامي في النضال صامت ومصمم تخمامي، عني من سابق الاستغلال دهرا ما ينحل حزام. طمعت العدو في تراب الليل، طمعت شماهم وطامي بعيد، وعرفت عنه بعد مستكسي ونهار حامي، مستكسي ونهار حامي. مرحبا وسهلا. تحياتي لكم، مرحبا وسهلا والله. لا تنسوا مشاركة الفيديو من فضلكم. مرحبا إبراهيم والله خيرت، صحار الإبري والله خيرت. شكوطي وخير طلعي، شاركوا الفيديو من فضلكم. سيد أحمد ددي وخير طلعي. مرحبا وسهلا الشارع وخيرت والله. مرحبا وسهلا والله. شاركوا الفيديو من فضلكم. حياكم الله اينما كنتم والله. الصفحة راهي هدف للتبليغات اليوم، كان تبليغ كذلك جديد، لذلك لكن أثر على نسبة المشاهدة ويأثر على الإشارات اللي يلحقوكم.
مهد وسهلا. حياكم الله، مرحبا وسهلا. حمادة وخيرته. بارين والله، مرحبا. تغلى، مرحبا وسهلا. بارين وفريد، مرحبا. ثواني ونبدا ان شاء الله. أحييكم أينما كنتم مشاهدي هذه الصفحة في المناطق المحتلة في مخيمات العزة والكرامة، في زريبة السادس، في الجزائر الأبية، في موريتانيا الشقيقة، في كل دول المعمور. أحييكم في هذا المباشر الأول لهذا اليوم الجمعة 21 من مايو 2021. بالأمس احتفلت الجماهير الصحراوية والشعب الصحراوي والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب بالذكرى 48 لاندلاع الكفاح المسلح ضد المستعمر الإسباني. في 20 مايو انطلقت رحلة طويلة لهذا الشعب الصحراوي المكافح الذي يثبت يوما بعد يوم أنه شعب يستحق أن يمارس سيادته على أراضيه، يستحق أن يكون شعبا من ضمن الشعوب التي تعطي المثال اليوم في النضال وفي تحدي الاحتلال وفي قوة الجماهير التي تصنع المستحيل، حتى ونحن نتحدث عن محتل يملك من الإمكانيات والعلاقات الدولية ما لا يتوفر للشعب الصحراوي. لكن الإنسان الصحراوي الصبور، الإنسان الصحراوي ابن بيئته، الإنسان الصحراوي صديق الجمل ورفيقه، أبى إلا أن يقدم درسا آخرا من دروس النضال، كما هو الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن أرضه بكل الوسائل والسبل ويحقق الانتصارات يوما عن يوم، حتى في ظل التطبيع وفي ظل المساندة من كيانات وهمية ومن دول مرتشية أو أنظمة مرتشية. الشعب الصحراوي يخلد كيف قلت لكم الذكرى 48، وهو حاضر في كبريات العواصم الأوروبية بوقفات وبمسيرات منظمة جدا على قلة الإمكانيات وعلى ضعف الإمكانيات، ولكنها وقفات تعطي الدروس للمحتل المغربي الذي لا يعرف سوى البلطجية والذي لا يكسب أو لا يمتلك سوى وسائل
القمع والعنف والتشهير والسب والشتم وكل ما يتوفر في قاموس النذالة والحقارة. مع الأسف الشعب الصحراوي يتظاهر في باريس كما في مدريد كما في بيلباو كما في جزر الكناري كما في دولة في دول أخرى، ولكنه يحافظ على صورته الجميلة كشعب صحراوي منظم متضامن قادر على نزع حقوقه، قادر على نزع حقوقه سواء بالدبلوماسية أو بالكفاح المسلح. باريس غدا بإذن الله تعالى على موعد مع إحدى هذه الوقفات التي تنظمها جمعيات الجالية الصحراوية هنا في فرنسا. كان من المقرر أن تنظم هذه الوقفة أمام السفارة المحتل المغربي هنا في قلب باريس قرب توريفال، وبالضبط في ساحة يعني تركاديرو المشهورة، وكان الموعد طبعا في الثانية زوالا ولازال، ولكن هناك تغيير على مستوى المكان. لمعرفة المزيد من التفاصيل عن هذا التغيير المفاجئ وكذلك أهمية هذه الوقفة وضرورة يعني توعية الجماهير الصحراوية خصوصا يعني القاطنة في فرنسا أو التي يمكنها أن تأتي من دول أوروبية قريبة، سنتصل بالأخ مبارك الرنة رئيس جمعية الصحراويين بفرنسا وتحديدا في ليميغو ليكون معنا وليقدم لنا عدد من التوضيحات. نذكر كيف قلت لكم بأن الموعد هو غدا في ساحة إنيا بباريس. السلام عليكم الأخ مبارك. مرحبا. مرحبا وسهلا. إذن معنا على المباشر الأخ مبارك الرنة رئيس جمعية الصحراويين بفرنسا منطقة ليميرو، والمشاهدين يحيونك ويعني يتمنون توضيحات حول وقفة الغد، تغيير المكان، وكذلك ربما بعض الكواليس اللي ممكن يسمح يعني بأن نشتركها جميعا مع مشاهدينا. تفضل الأخ مبارك. مرحبا، مرحبا بك وسهلا. راضي الليلي، إيش حالك ياك لباس؟ ما إن شاء الله بخير وعلى خير الحمد لله. مرحبا بك وسياك بخير. والله هلا بخير وعلى خير الحمد لله. ما علينا الحمد لله مشكور. بيك وسهلا. بيك وهلا والله. بيك وسهلا. بيك وهلا. الوقفة اللي على كل حال في إطارها إن شاء الله الصبح هي هذا كيف تعرفوا كاملين هذا شهر ماي، هذا احنا عندنا اعياد كامل لانه خلقت فيه 10 ماي وخلقت فيه 20 ماي، وهذا تاريخ هو اللي على كل حال رفعنا ودخلنا لائحة العالم لان سابقوك انه مد محتلة على كل حال يا غير ملي، عاشت ياسر من الجهل وعاشت ياسر من الأمور اللي صبحت مطالبة طالبة موريتان وطالبة المغرب وطالبة حد ثاني. ولهذا هذا الشهر عندنا شهر صراحة كان شهر عبادة لأنه يعني ذي اللي جبرنا من تاريخنا وذي اللي أعطى يعني اللي دخلنا به ذا التاريخ الطويل العريض المتين هو 20 ماي والجبهة الشعبية لتحرير الساقة الحمراء وادها في طارة إن شاء الله تظاهرتنا الصبح هي تدخل في هذا إحياء 20 ماي، ذكرت 20 ماي واللي توارث التلجيان واللي احنا في عام 48 وهذه هي يعني ل ل ل ل ل هذه هي ل ل ل ل ل عنوان التظاهرة. كذلك انتم شفتوا وتشوفوا كاملين ذي اللي خالق في هاي المنطقة في المناطق المحتلة وذي اللي يعاملوا بيها النساء وذي اللي يعاملوا بها للصحراء قاطبة، هذا هذه الهمجية
وهذا يعني الاحتلال اللي فاقد الأخلاق وفاقد يعني الإنسانية وفاقد يعني حقوق الإنسان، واللي جعلنا أننا نظهر إن شاء الله كنا محاولين على أن نظهر قدام سفارة المغرب، لكن السلطات الفرنسية ربما أنها شافت على أن نظام المخزن عنه منهار، وعلى أنه معنويته مدمرة، وحاولوا بما أمكن أن التظاهرات ما تخلق قدام السفارة، لكن أعطاونا مكان ثاني، وإحنا ما عندنا خيار مع هاي السلطات، لا، لأنه نحن باغين نظهروا قضيتنا وباغين نظهروا ذي اللي عدلوا ذي اللي عاملوا بيها، هذا المخزن يعامل به الصحراويين، باغين نظهروه. وعلى كل حال قبلنا للمكان الثاني اللي إن شاء الله ولاه نظهروا فيه الصلح. إذن إذا سمحت الأخ مبارك، إذن المكان هو المقاطعة 16 من باريس، والموعد هو الثنتين إن شاء الله زوالا. نعم، وإحنا جزاكم الله عنا خير على اتصالكم. لا جميل والله. أرانا موجهين نداء للصحراويين اللي في هذه المنطقة كاملين أنهم يحضروا الصبح وأنهم يكونوا في الموعد، لأن هذا اللي يعامل به الصحراويين في المناطق المحتلة يعني من البشعة ومن المشاكل ومن يعني العمل اللي غير إنساني. ما يلا انتموا مثلا قاعدين ونشوفوا في ذا اللي خالف، لابد يعني ان نحاول بما امكن حاول والامكانيات المتواضعة اللي عندنا واللي عندكم واللي عند الجميع باش نكشفوا هذه المعاملة السيئة اللي صراحة ما قط من جبرت فيها، ما قط من جبرت في احتلال يسوه منه. هذا هو عنوان مثلا إعادة إن شاء الله والصبح إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذن نشكرك جزيلا الأخ مبارك الرنة، ونذكروا يعني جماهيرنا الصحراوية كاملة اللي موجودة في فرنسا والله اللي ممكن كذلك تجي من دول أوروبية قريب، على أنه الموعد غدا بإذن الله تعالى في الثانية زوالا في المقاطعة 16 بباريس، والعنوان منشور في الصفحة ومنشور في أسهل من وسائل التواصل. إذا عندك كلمة أخيرة الأخ مبارك. عندي لأنه إحنا أولا هذه 20 ماي هي صراحة الصحراويين يعرفوا عن 20 ماي موقف الأيام، ويعرفوا عن ماي موقف الشهرة عند الصحراويين. والدليل على أنه 20 ماي اللي على كل حال استمرت في الكفاح أكثر من 48 عام، واللي كانت هذه ملوك المخزن من عند الحسن الثاني إلى ولده، أنهم ماسين على أنهم لا يفشلوا الصحراويين، والله طول الزمن الصحراويين لا يسمحوا في القضية، هذا ما ممكن ولا يمكن عن الحسن الثاني اللي قتلوا مرض الصحراء، وعلى ان هذا الثاني اللي فقد قاع معنوياته واللي فقد حياته كامله واللي اصبح اليوم شوه امام المجتمع الدولي هي قضيه الصحراء، ما هي روايه ثانيه. طبعا عنه سجل فيها اللي مات لا يرد في حياته ولا يرد مولي بالمال، ولهذا يعني هذا افتخار لنا بان نحتفلوا ب 48 عام ومستعدين على نعطوا 48 عام ثانيه للدفاع عن استقلالنا وعن ارضنا وعن عرضنا وعن شعبنا. وناكد ملي مره ثانيه على انه مشكله الشعب الصحراوي لا مع النظام وليس مع الشعب المغربي مره ثانيه. نعم حق بقى، احنا ما عندنا مشكله مع الشعب المغربي،
الشعب المغربي مسيكين مغلوب على مروب، وراكم شفتوا اللي خلق في سبته وفي مليليا وما شابه ذلك، يدفعوا بالنساء ويدفعوا بالاطفال ويدفعوا بشيء ثاني، يدفعون في البحر. ما هو ولا دافعينهم في البحر، يمشوا قيسوا تصارى ويقيسوا كذا ويقيسوا كذا، يحياوا والله يموتوا. هذا هم ما عندهم فيه قرض، المخزن ما عندهم فيه قرض، ولهذا الشعب المغربي هو ضحية كيفنا كاملين. ولكن احنا ان شاء الله ما عندنا وقفة دون استقلالنا، أحب من أحب وكره من كره بإذن الله تعالى. إذا نشكرك الأخ مبارك رنا، رئيس جمعية الصحراويين بفرنسا منطقة ليميرو، والموعد إن شاء الله غدا بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا. العفو لله. نعم. العفو لله. بارك الله فيك. مرحبا صراحة. شكرا. مرحبا. مرحبا. إذا كنا في هذا الاتصال المباشر مع الأخ مبارك رنا، ليذكر جميع الجماهير الصحراوية والشباب الصحراوي والنساء الصحراويات والأسر الصحراوية المتواجدة بفرنسا، اللي ممكن على أنها تتنقل إلى باريس للمشاركة في وقفة الغد اللي كانت مقررة أمام سفارة الاحتلال المغربي في تروكاديرو، لكن تم تغيير مكان يعني الوقفة إلى المقاطعة 16 غير بعيد يعني عن هذا المكان، وذلك بطلب من السلطات الفرنسية اللي ربما عندها رأي فيما يتعلق بالوضع الحالي للنظام الهلكي المجرم الفاسد اللي ينهار تباعا، واللي يخلق أعداء مجانيين، واللي يعني يخوض حربا في كل الاتجاهات دون مراعاة مصلحة الشعب المغربي ودون مراعاة مصلحته، يعني حتى مصلحة مستقبله، لأنه اليوم يجازف بنفسه في معارك فارغة ضد قوى عظمى كإسبانيا وكألمانيا كما شاهدتم. إذن قبل أن نتطرق لموضوعنا لهذه الليلة اللي هو اعتقال موفدة قناة ولطامو المعروفة في المغرب بشوفخيخي، واللي اعتقلت من طرف الشرطة الإسبانية اليوم ووضعت تحت الحراسة النظرية بعد دخولها إلى التراب الإسباني دون صفة، وقيامها بعمل صحفي على الأراضي الإسبانية دون صفة ودون إذن من السلطات الإسبانية. نمشوا للبلاغ الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية، وأدعوكم دائما إلى مشاركة الفيديو. اليوم صفحة كذلك تعرضت لتبليغ جديد، ورانا نقول لكم على أنه ممكن في أي لحظة تنحذف مملي كذلك هذه الصفحة. فإحنا عارفين بأنه الفيسبوك في الآونة الأخيرة عاد واضح على أنه متمخزن قبالة، يعني داخل معه المخزن قبالة، ساكن فيه المخزن، وإحنا ما عندنا مشكل على أنه إدارة الفيسبوك والله الفيسبوك والله واحدين عاملين في الفيسبوك والله أطراف داخل الفيسبوك والله واحدين يقبضوا فضة المخزن من أجل أن يمارسوا سلطة الوصاية ويحاولوا يقمعوا هذه الصفحات ويطيحوها. إحنا ما عندنا مشكلة لا قبضوا الفلوس وحاربوا هذه الصفحات، ولكن إذا كنتم تظنون بإذن الله تعالى على أنكم لا تكتموا صوتنا والله تمنعونا من التعبير والله تمنعونا من التواصل، رانا لهن تمون أسسوا صفحة واثنتين وثلاثة واربعة. هاي الصفحة الحمد لله في ظرف أيام قليلة انتقلت من 1500 مشترك إلى حوالي 10,000 مشترك، يعني 8500 مشترك في ظرف على ما أعتقد من يعرف كانه أسبوعين والله 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 ثلاثة. هذا ما هو مشكل، نحن لا نبكي على الصفحات، وإذا كان يظن المخزن على أنه بمزيدا من الإنفاق على أنه قادر على أنه يمنعنا من التواصل مع الناس، والله على أنه له ولا هي قطع لسنتنا، والله على أنه لا يوقفنا، والله على أنه يهزمنا لا ماديا ولا معنويا ولا نفسيا، فهو واهب. ورانا احنا عارفين كرشه، ورانا اشتغلنا معاه، ورانا نعرفه يعني هشاشته، ونعرفه تخيشيش، ونعرفه كذلك كل أكاذيبه ألاعبه، والحمد لله ما فهم مشكل، وسنواصل إن شاء الله المعركة. إذن شاركوا الفيديو من فضلكم،
وعدلوا شيء من الصفحة، وتأكدوا كذلك أنه حتى هناك تلاعب كبير جدا في أعداد المشاركة اللي تظهر لكم في الشاشة. هناك تلاعب كبير جدا، وهذا لا تتعرض له فقط هذه الصفحة، كذلك الأخ محمد حاجب اللي هو واقف للمحتل المغربي هون، حتى هو كذلك يعني تتعرض صفحته الفيسبوكية لمثل هذا التشويش، ظنا على أنه إحنا لا شفنا أنه راه لا واحد يتفرج فينا، راه نطفوا الفيسبوك ونمشوا نرقدوا. أراكم غالطين، أراكم غالطين، كيف ما يعني غالطين مع دول كبيرة، كذلك غالطين مع أشخاص تظنون على أنكم ممكن تسكتوهم، والله ممكن على أنكم تقطعوا لسنتهم. إذن يقول البلاغ 191 الصادر عن وزارة الدفاع الصحراوية: خلال يوم الخميس 20 مايو 2021 قصفت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة روس أربيب القاعة قطاع حوزة. أما نهار الجمعة 21 من 2021 فقد قصفت وحدات متقدمة من دراغم جيش التحرير الشعبي الصحراوي وتخندقات الاحتلال المغربي في المواقع التالية: قصف عنيف استهدف جحور قوات الاحتلال بمنطقة روس القطيطيرة قطاع حوزة، قصف مركز استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة ربيب القاعة قطاع حوزة للمرة الثانية يعني بعد يوم أمس، قصف عنيف استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة أم لقطة قطاع المحبس، قصف مركز استهدف تخندقات قوات الاحتلال بمنطقة الشيظمية قطاع المحبس. هذه الهجمات نذكر المحتل المغربي الذي لا زال إلى يومنا هذا ينفي وجود حرب في الصحراء الغربية أن هذه الهجمات مستمرة منذ 13 من نوفمبر 2020، وأن الشعب الصحراوي الذي حمل السلاح منذ 48 سنة لن يستطيع أحد أن يمنعه من إكمال مسيرته بإذن الله تعالى إلى أن يحقق النصر ويخسأ المحتل خسارة ما بعدها خسارة. إذن اليوم جميعنا تابعنا عشية في الساعات يعني أو قبل ساعات فقط ما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عبر موقع شوف خيخي أو قناة والطامو في الدار البيضاء عن خبر اعتقال مراسلته إلى إسبانيا. هذه المراسلة اللي اسمها فاطمة الزهراء كذا، واللي على ما يبدو عندها وثائق الإقامة في إسبانيا لأنها كانت مقيمة في إسبانيا قبل أن تعود إلى الزريبة لتمارس مهنة التشهير، هي ما عندها علاقة بالصحافة وليست صحفية، وما تقوم به من خلال قناة والطامو لا علاقة لها بالصحافة، وفيه إساءة وفيها إساءة للصحافة، ولكن طبعا في الزريبة هذا هو المطلوب، يعني الصحافة المطلوبة في الزريبة هي صحافة التشهير، يعني الصحافة التي لا حدود لها، يعني اللي ممكن الإنسان يقبض ميكرو ويقبض كاميرا ويتجول في الأزقة ويدخل بيوت الناس ويدخل في خصوصياتهم ويعود يتطرق إلى مواضيع لا يستطيع حد يتطرق لهم، حد محترم لا يستطيع أن يتطرق لهم حتى في الخاص، فبالأحرى أن يكون في العام، وأصبحت يعني أداة للمخزن تشهر بالناس تتهمهم باتهامات لا علاقة لها بالواقع كلها كذب، وأصبحت يعني تذيع خصوصيات الناس كيف قلت لكم خصوصيات المعارضين، تبحث عن المكالمات الهاتفية الصور أي شيء، يعني إلى درجة أنها تستطيع أن تنشر فيديو مصور في فندق لشخص وتدعي على أنه كان مع سيدة والله كذا، كما حدث مع المحامي المغربي محمد زيان اللي كان وزير حقوق الإنسان في المغرب. إذن الصحافة ما عندها حد أو ما عندها حدود، لأن أي مهنة في العالم عندها حدود، خصوصا يعني الحدود الأخلاقية، لا بد من حدود أخلاقية، ما كاين شيء مهنة في العالم ما عندها حدود أخلاقية، ما كاين شيء قطاع ما عنده أخلاقيات، يعني لا بد من هاي الأخلاقيات اللي هي اللي تعطي حقيقة جوهر للمهنة، لكن تسلطوا على 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 صحافة الزبالة عزكم الله، فصنعوا صحافة عندها مقومات المخزن، يعني نفس المقومات اللي تتوفر في المخزن
اللي يعني عدم الاحترام، الكلام الفاحش، عدم احترام الأجيال، ما في أبي يحترم أولاده، ما فم أولاد يحترم أمهم، ما فم امرأة تحترم زوجها، ما فم زوج يحترم زوجته، ما فم ابن يحترم أمه. يعني نقلوا نفس الصحافة، نفس القواعد ولا التربية ولا الأخلاق الموجودة داخل القصر، راني نسطر عليها، راهي موجودة. هذه هذا الشيء اللي نشوفوه هو راه موجود داخل القصر. يعني هذه الصحافة اللي نشوفوا اليوم، شوف خيخي قناة طامو، هي نفسها اللي موجودة داخل القصر، إنما أن القصر نقلها إلى كاميرا وميكروفون، فأصبح يستدرج المجتمع المغربي لأن يدخل معاه في هذه الثقافة. فتشاهدون أن الناس اللي يتكلموا خصوصا في هذه القنوات وفي هذه وسائل الإعلام يتحدثون لغة الزنقة عساكم الله، نفس يعني كلام الزنقة، يعني الكلام الفاحش وكلام الزنقة والاتهامات، هذا لقيط، هذه لقيطة، هذا فلان، هذا فعلان، هذا خيانة، هذا مال خيانة، هذا اسمه، هذا زين المحارم، هذه يعني قاموس حقيقة ينهل مما يوجد داخل القصر، عند الشرفة طبعا، عند الشرفة، الشرفاء، المملكة الشريفة، هذه هي المملكة الشريفة. فهذه المملكة الشريفة صنعت هذه الصحافة، صحافة قناة ولد طامو، احنا لا نتجلى عليه، هو راه ولد طامو، أمه قال لها طامو، ولو كان تربات وتربية صحيحة ما يقبل على نفسه على أنه بعد أن سجن سنة يخرج من السجن فيصبح شخصا آخر. يعني يدخل على ما قال، يتحدث عن الملك، عن صحة ملكه وسيده، فحينما يخرج من السجن مباشرة يتحول إلى شخص عدواني تجاه الشعب، فيدمر الشعب مقابل على أنه يخدم المخزن الذي يغدق عليه بالملايين. يعني أنتم تعتقدون أن هذه نسبة المشاهدة اللي عند قناة طامو طبيعية؟ هل ليست طبيعية؟ راهي مخلص عليها المال الكثير، يعني مال المخزن الكثير، من أجل باش تنتشر انتشارا واسعا، لأنها حينما تنتشر تدمر. ولهذا طبعا يحاربون كل صفحة ممكن على أنها تنتشر بين الجماهير، يحاربونها لأنهم عارفين بأنها تؤثر وأنها تكسر لهم مخططاتهم، لذلك يدعمون مثل هذه الصفحات. وشوفوا كم من عياش وعياشة، يعني مستواهم تافه، حال جديد تبخى اللي أصلا يعني ما عنده عشاه، يعني ساكن في البراريك، ما احترامنا للبراريك، يعني ونشأ في البراريك، وما ما ما هم ما يعيب البراريك، ولا ينسى البراريك والله، لكن المصيبة الكحلة هو أنه إنسان لما يكبر في البراريك ويصبح أداة للمخزن مقابل جوج فرانك، يتم يخطع على الناس ويتم يسب الناس ويتم يكذب على الناس، وما يخلي شيباني ولا يخلي عزوز ولا يخلي شاب ولا يخلي ناس، يعني يمضي حياته كاملة، يقرأ حياته كاملة، والله قاعد يقرأ حياته مرة ثلث مرات ولا أربعة، يعني نعطاله حياته مرة ثلث مرات ولا أربعة باش يلحق مستويات هؤلاء الناس، ما يستطع لأنه يلحقهم. لكنه فشل في الدراسة وفشل في كل شيء، فلم يبقى له سوى التسكع بين رجال المخابرات، يقبض أوديو من هون وأوديو من هون، ويتم يلصق في هذاك الشيء ويعطيه الشعب الكليخ ويخلصوا عليه النشر، يعني باش يعود عنده 10,000 مشاهدة في ظرف ساعة. وطبعا هذيك 10,000 ساعة ليست نسبة مشاهدة حقيقية، لأنها مبنية على الدفع، يعني أصلا مدفوع لها باش تنتشر باش تأثر، يظنون على أنه لما تنتشر بكثافة أنها ستؤثر، وأن الناس صافي لا تتوقف عن التفكير في الثورة، وأن الشعب سيتوقف عن يعني سيتوقف عن التفكير في واقعهم، والواقع لا يرتفع، واقع الزريبة لا يرتفع. وقد تشاهد 20,000 فيديو يجمل لك الملك وصوروا لك زوين وملك الفقراء وملك كذا، ولكنك لا تفتح عينك تجد واقعك ذاك هو أسود هنا وهناك يمينا ويسارا. إذن اليوم شوف خيخي كتبت واحد المقال، يعني لهن نشوف يا كان. إذن يقول أنه شوف خيخي تقول سلطات الاحتلال بسبتة تفرج عن صحفية شوف ليبي فاطمة الزهراء بعد ضغط شعبي كبير. قال لك أنه شوف خيخي عندها تبارك الله ضغط شعبي كبير. شوف خيخي كيف نظام الزريبة، يعني يفكر في نفس تفكير الزريبة أنه راهم بالضغط الشعبي يمكن أن يركعوا إسبانيا،
يعني يرسلون المهاجرين إلى إسبانيا ويدخلوهم إلى سبتة ويركعوا لك إسبانيا. يعني الضغط الشعبي المغربي يركع إسبانيا. هو رأى هذاك أصلا شعب فار من 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 الديكتاتورية أصلا. هو أصلا فار من الديكتاتورية. يعني لو استفتوه وسألوه عن رأيه في النظام وفي الملكي نفسه لا يعني قالوا لهم ما 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 يجب أن يقال في حقه. إذن قالت شوف خيخي أنه تم قبل لحظات من مساء يوم الجمعة الإفراج عن الزميلة فاطمة الزهراء رجمي الصحفية بقناة شوف تي في بعد اعتقالها لأكثر من ساعات من طرف السلطات الإسبانية بمدينة سبتة. وجاء الإفراج عن الزميلة بعد استنطاق وتحقيقات دامت لساعات حول استعمالها لمصطلح سبتة المحتلة أثناء أدائها لواجبها المهني وقيامها بتغطية الأحداث ورصد آخر تطورات الهجرة. ولقي اعتقال فاطمة الزهراء رجمي استنكارا وتديدا واسعا من طرف عدد كبير من المغاربة. يعني المغاربة بقات فيهم فاطمة الزهراء هذه اللي لا علاقة لها لا بالصحافة ولا كذا، ممكن إلا تصلح لواحد مهنة أخرى ماني قاعد نقولها، هيك تصلح لها عندي أنا والله كانت تمارسها والله مازالت تمارسها ومعروفة يعني لا مجال لا شكل أن تشوفها تعرف عنها قبل تصلح لتلك المهنة طبعا التي يدعمها المخزن واللي معروفة والتي بوأت المخزن الرتبة الثانية عبر العالم ولكن طبعا الشرفة يصنعون يدعمون المهن الشريفة طبعا الشريفة لأن كل شيء شريف في الزريبة، كل شيء جاي من الشرف لأنه هناك الأسرة الشريفة. قالك عدد كبير من المغاربة وزملاء بمنابر إعلامية وطنية ودولية وجمعيات حقوقية كلها تطامنت مع قناة ولد الطعام من أجل أن يتم الإفراج عن 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 مراسلته. الذي نستهجن هذا السلوك الذي لا يمت بإعراف حقوق الإنسان. الله على حقوق الإنسان، ذيك اللي عندكم في الزريبة، ذيك حقوق الإنسان اللي عندكم أنتم في الزريبة، تبغى تتكلموا عن حقوق الإنسان، تبغى عندكم شيء حقوق الإنسان، عن أي حقوق الإنسان تتكلم؟ شو من حقوق الإنسان تتكلموا عنه؟ وحرية التعبير، الله حر عندكم حرية التعبير، ما هي فراسي، منين خازنينها؟ منين قافلين عليها؟ منين خازنين أنتم هاي حرية التعبير؟ أنتم اللي يتكلم اللي يرفع صوته تمشوا له أنتم قناة ولد طعمه أصلا، قناة ولد طعمه هي اللي تمشي شعره بتعليمات من المخزن. وذوك لا تعتقلهم البوليس ولا يقدمون قدام الوكيل، أنتم تجيبوا أخبارهم ساب كذاك بشهر وشهرين. ونهار لا يعتقلهم تعودوا أنتم ديجا جيتوا حدا الدار وقفتوا حدا الدار وصوبتوا كاميراتكم باش تشوفوا لحظة الاعتقال. هذه حرية التعبير عندكم. حقوق الإنسان أش اللي تكلموا عنه حرية التعبير. أنا ما قد شفت شي موقع في العالم يعود عارف أنت ليه يعتقله واحد الشخص وأنت ليه يقدموه وأنت ليه ومن ليه يرسلوه. سابق الناس كاملة. قالك وعبروا عن تضامنهم المطلق وكذا وقناة شوف تي في وما نعرفهاش. وللمزيد ترقبوا اليوم مساء المراسلة إعلامية، راه يجيكم واحد المراسلة إعلامية الله يخليكم، لا يجيكم الإعلام المخزني، إعلام الديستي المخابرات والحنوشي والحموشي ومخابرات الزريبة وصحافة الزريبة، لا يجيكم واحد المراسلة إعلامية فيها حرية التعبير وفيها حقوق الإنسان وفيها ياسر من الأمور وستغير ستقلب المعادلة وتعطي طبعا المكان التي تستحق قناة ولد طامو في الزريبة. من يعرف واش مازال المقال الثاني؟ كان هناك مقال آخر عفوا كان هناك مقال آخر حتى هو في هذا السياق.
لحظات. إذا يبدو أنهم حذفوه، حذفوه خلوا فقط حذفوا فقط خلوا فقط لحظة الاعتقال أو في أو مكان الاعتقال اللي قالك بأنه قد تم تصفيدها، لأنهم ما عارفين كيفاش دخلت لإسبانيا، لأنه حتى المعلومات الأخرى اللي تحدثت عن لحظة الاعتقال أشارت على أنه هذه السيدة جاءت ودخلت إسبانيا بطريقة يعني بدون أن تخبر السلطات الإسبانية بتواجدها بصفتها الصحفية. هي قلت لكم بأنها حاملة لبطائق أو لوثائق الإقامة في إسبانيا، وذلك لا يؤهلها على أنها تشتغل بطريقة هكذا عشوائية كما تفعل في المخزن، في بلاد المخزن. قالك بأنها روجت بأن سبتة ليست بأن سبتة مغربية وليست إسبانية، وأنها ليس لها ترخيص الدخول إلى سبتة بصفة صحفية لأن الحدود أصلا مغلقة بين البلدين، وعلى أنها كذلك كانت على قائمة مذكرة بحث من طرف المحكمة الإسبانية من قبل. وهي هذه طريقة تشوف خيخي وطريقة اشتغالها، ممكن كذلك بغات تشتغل بها بنفس الأسلوب في إسبانيا، يعني نفس الطريقة اللي تعدل في المغرب، يعني تمشي كما مشاو القرقرات، ولاحظتم بأنهم مشاو القرقرات وتموا يهاجموا الصحراويين، يا قطاع الطرق يا الفاعل لكم يا التارك لكم يا لكذا، وإحنا وراح يشوفوا الحدود وراح يشوفوا الشاحنات. مشات الواحد من الأشخاص المتواجدين في القرقرات، في ثغرة القرقرات غير القانونية، وتمت عليها قطاع الطرق. قال لا لا، هذا صحراويين، هذا شنو قطاع الطرق؟ شنو قطاع الطرق؟ تبرتو شي صحفي يستجوب واحد ويعود يفتي عليه يقول له لا لا، خاصك تقول لهم بأنه قطاع الطرق. كتجبرتو شي صحفي في العالم يدير استجواب ويقول للضيف على أنه نحن نتحدث عن قطاع الطرق الفلانيين، لأنه هذا حكم قيمة. ولكن صحافة الزريبة أصلا وصحافة المخزن وصحافة المخابرات ما يحشمانة، يعني أصلا هذا الدور اللي تقوم به ما يحشمان على أنها تقوم به، ما يحشمان على أنها تقول بأن للعالم على أنني أنا أشتغل بهذه الطريقة اللي هي طريقة تاش الصعلكة وقطاع الطرق، لأن هذه بعيدة من هذه الصحافة. هي صحافة، صحافة على أنك تمشي لدولة وتبقى فم سبتة المحتلة، ما سبتة المحتلة، والله تدخل أنت كذلك مع الكلوندستان، وداخل حتى أنت مع الحراقة، وقاعد تزقنا في سبتة كأنك قاعد تزقنا في الزريبة. واش هذيك زريبة؟ تشك عنها زريبة؟ شك عنها بأنها كيف زريبة سيدكم؟ سيدكم اللي أصلا مقابل فقط على أنه يقمع الحريات؟ وشك عنها بأنها لا هاك لا لخلا جي وتوفق بعض الميكروفون وزقنا في اسبانيا وعدل الاستجوابات وتفهم اختي على كذا سبته مات سبته محتله مات محتله والاغتصاب وما نعرفهاش. وشك عنكم بانكم مع بلاد الغير كيف بلادكم؟ يعني بهذا المنطق اللي اصلا يفكر به المخزن حتى على مستوى صحافته. شوفوا هذه وسيله الاعلام بين قوسين الوحيده اللي دخلت بهذه الطريقه وماشيه تشتغل بهذه الطريقة. وشكون يراسله؟ راسله واحدة، أنا قلت لكم بأنها لا تصلح لأن تكون صحفية، تصلح للمهنة اللي أصلا يعني داخلة بها هذا المصيبة الكحلة، واللي أصلا يعني أهانتنا جميعا، لأن هذه طريقة الاشتغال تهين الصحفيين الحقيقيين اللي اليوم لا بقى عندهم أثر في الزريبة. وأنا أحدث إذا حدثكم عن مسار الصحافة في المغرب والاسماء اللي كان عندها وزن في العالم، شوفوا المذيعين والمذيعات اللي كان يخرجهم المغرب في زمن من الازمان، تجدهم في الجزيره، في البي بي سي، في الام بي سي، في العربيه في السنوات الاخيره، تجدهم في القنوات الدوليه، تجدهم في واشنطن، تجدهم في الدول الاخرى، وهذو كلهم خريجي المعاهد وعندهم اصوات وعندهم كفاءات وقادين يثبتوا كفاءتهم في القنوات الدولية. وبعد ذلك تم قابل هذا النظام كما فشل كل شيء، يعني كما دمر كل شيء بكل القطاعات
مشى كذلك للصحافة وتم يدمرها شوي بشوي شوي بشوي شوي بشوي، يزيحوا العباقرة عباقرة المهنة الذين تخرجوا من المعاهد الصحفية اللي تابعة للدولة آنذاك لما كانت دولة، ويجي يحط لك قناة طامو، هيبا بريس، الحاس بريس، خيس بيس، كيس بيس، دي سي بيس، وتم يحط شي من هي سي بيس إلين عاد المواطن المغربي يتلف من يسمعها شي هي سبيس بيس بيس هي بريس هي بريس كريك بيس دي سي بيس، ترى ما عرفهاش إلين داخل هذا 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 المتابع، ولا كاريزما ولا شخصية تستطيع على انها تقنعك في قدام الميكروفون قدام الكاميرا، ولما حتى 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 ما هذه الاجيال اللي نشوفوا اليوم ما تعرف حتى تقبض الميكروفون، ما تعرف حتى تقبض الميكروفون، مذيع ما يعرف يقبض الميكروفون، شو يعدل قدام الكاميرا، يمشي يعدل شي مهنه ثانيه، ولا يعدل اقدم مهنه في العالم، ولا تعدل اقدم مهنه في العالم. لكن سبب هذا الفشل وسبب هذا الانهيار الإعلامي اللي اليوم موجود في المغرب، واللي لا يستطيع على أنه يقدم شيء للديمقراطية وحرية التعبير اللي هما يتكلموا عنها، قالك في المقال باغين يلودوا حرية التعبير في بلدان الآخر ويبحثون عن حقوق الإنسان في بلدان في البلدان الآخرين، بينما في زريبتهم ما كاين لا حقوق الإنسان لا شيء، لأنه مكان هاي الصحفية في الحبس، ومكان هذاك والطام والحبس، وما كان كل واحد يشارك معهم في هذه الجرائم سواء في المخابرات المغربية المدنية ولا في المخابرات الخارجية المغربية ولا في القصار، مكانه الحبس، لأنه ضحايا ما واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة ولا بالعشرات بل بالمئات، وشخصيات مهمة جدا، ولكن ما كان قانون، ما كان قانون، ما كان اللي يعتقلهم، هذو يعتقلون لم يمشوا للديمقراطية، يمشوا للدول الديمقراطية تعتقلهم الدول الديمقراطية، لكنهم في الزريبة يسرحون ويمرحون، يمشوا هاك وهاك وهاك ولا يخلوا بلاد، ويسبقوا البوليس كاع البلادات اللي فيهم التوتر، ويسبقوا كيف قلت لكم للحبس، إلا عاد خالق له أحد لا يمشي للحبس يسبقوهم عند البوابة الحبس، عارفين جايبين أخبار أنت لا يمشي للحبس، وإلا عاد لا يستنطق في الكوميسارية يسبقوهم عند الكوميسارية، وحدها في الزريبة وحدها في العالم. هذه الصحافة كان وحدها في الزريبة في العالم وحدها، وبالتالي خير هذه فاطمة الزهراء ترجع للزريبة، كانها تشتغل في بلد حرية التعبير وحقوق الإنسان، راهي موجودة في الزريبة واشتغلوا كيف بغيتوا وشهروا كيف بغيتوا وكتبوا عن الناس وانقلوا ما حل لكم وما طاب، ولكن عرفوا بأنه والله نقول لكم بأن أيامكم معدودة، والله إن نظامكم هذاك اللي تتكلموا عنه والله تتعنوا به والله اللي نافخكم والله اللي مدعمكم، والله إن أيامكم معدودة، والله بأنكم ستنتهون قريبا بإذن الله تعالى، ولن يأسف عليكم أحد، وسيحاكمكم الشعب وستحاكمون، يعني كل من يشارك في هذه في هذه المهازل الإعلامية سيحاكم من طرف الشعب المغربي، وراه الأيام بيننا بإذن الله تعالى. إذن في ختام هذا اللايف أذكر الجالية الصحراوية بموعد الغد بإذن الله تعالى، اللي يعود إن شاء الله وقفة للجالية الصحراوية في باريس، واللي كانت مقررة كيف قلنا في الثانية زوالا أمام سفارتي المحتل المغربي في باريس، لكنه تم تحويل المكان من طرف السلطات الفرنسية إلى المقاطعة 16 غير بعيد طبعا عن تروكاديرو أو مقر سفارة المحتل المغربي في باريس. فكونوا في الموعد، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.